الجهال يتابعون. لا أنصح بالانتظام مع أي جماعة، المسلمون كلهم إخوة لي، إنما المؤمنون إخوة، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن المسلم أخو المسلم. فالجماعات إذا كان من شأنها أن تفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنتظم مع أي جماعة، وآخي المسلمين تآخى مع المسلمين كلهم، ويحب الشخص بقدر طاعته لله ورسوله، ويحب الشخص بقدر ويدعى له بالهداية كلما ابتعد عن الله ورسوله، وأيضا يعامل بما يستحق أن يعامل به إذا ابتعد عن الهدي القويم. أما الجماعات التي فرقت أمة محمد والأسماء التي ظهرت وفرقت أمة محمد لا ينبغي أن تتبع، إنما المسلم أخو المسلم.